أعلن وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادي أنه جرى الانتهاء من إجراء 9454 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية يوليو 2022. وأضاف وكيل الوزارة إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في إطار مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.